والآن نتحول إلى آخر أخبار الطقس والحالة الجوية. نعود فيها مرة أخرى إلى رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكم. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية. ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية معتدل للحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 37-24 الطقس حار، الإسكندرية 32-23 الطقس مائل للحرارة، مطروح 30-22 بورسعيد 33-23 الإسماعيلية 36-23. ننتقل إلى السويس 37-23 العريش 34-22 طابة 36-21 شرم الشيخ 39-28 الغردقة 37-28 الأقصر 40-26 أسوان 41-26 الوادي الجديد 40-25 شلاتين 36-25 أخيرا حلايب 34-24. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.